طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة. وأكد الرئيس الفلسطيني أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.